عسليمة. عسليمة. الله يعينك. الله عايش. مرة أخرى رجعنا باش نشوفوا سوم الحوت شنو أحواله وشنو أموره. وأنا متعدي شفت معناها البلاكة فيها 36 دينار. المرة اللي فاتت موجودة ب 45 دينار و 45 دينار و 800، يعني تقريبا 10 دينارات في جمعة. ناقص. فماش خدمة ناقص. جماعة قالوا مش حوايج بهم الزملاء علينا. فهمت؟ إيه فماش خدمة ناقص الخدمة. فهمتي تاحت الأسواق. فهمتني؟ تقريبا احنا في آخر نهار في رمضان. معناها تحت. تحت الخدمة. تحت. في رمضان معناها تشعل فيها النار معناها الأسواق. من الأول تشعل وبعد تطيح. تشعل المرة الأولى ب 40 45 وبعد تطيح هك تشوف الأسواق. ومازال يطيح. فهمتني؟ مازال قنيت يهبط. مازال يهبط، هو تو برسك جماعة لو بنت 21 في الشهر ما يساق القرنيت ما عادش. القرنيت يساق 21 ماي ما عادش توجد. فهمت؟ هاي بما يبيض الوقت نتاعو، عادش الاكتوبر. الحوت الكل معناها اسوامه تراجعت ولا انواع؟ لا الحوت الكل اسوامه طاح. فهمتني اخر جمعه ديما كاك من الاول تبدا النار وبعد يطيح. فهمتني السلعه قديمه ولا جديده؟ لا جديده تشوف 49 و 800. علاش 49 دينار؟ ايه رخيص 64 هذيك. هذه معناها بريمير شوا ولا؟ لا لا ديزيام. 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 ديزيام كانت ب 60 دينار. ب 64 دينار. ب 64. اي طيحت فيها انا كيما شاريها نبيع فيها. والله كيما شاريها والله. المرشا تشوف فيه فيرق فما شعبيه هيك واش تحب نحكي معك عبيد تو حولت للحلو والحوايج والحلو ما عادش حلو والله هذيك انا واقفين هاو صاحبي قاعد وانا هاني واقف جيت لقيتني قاعد شنو هذيك ال 29 دينار سوبيا هذيك السيش سوبيا مطلوبه السوبيا اليوم اي مطلوبه السوبيا برد ما بسبع عام مطلوب مطلوب برد ما كل مطلوب سوبيا كلامار قرنيت شبريت كل شيء موجود القرنيت كان ب 46 دينار و 47 دينار تو ب 36 دينار معناها 10000 في كيلو تاع واحد كيف انا تحب لي عامين باش ننجم نخلطين يدي علاش كل تو بلي هذوما سوام هذوما وريني وري خويا العزيز وريني كروفيت 49 دينار 49000 ناكل في الذبه اسمعني قال لك كان ب 65 طيحنا فيه بكل صراحه البلاد هذه مش يحشونا في بحر مش يلوحونا في بحر شو هكا شو علاش شو علاش شو اللي شو اللي علاش كيفاش تحب نعيشوا كيفاش تحب نعيشوا ندون عايش في سمحني ماني حتى نحسوا في السوم معناها المواطن مع خالد وخاش كيفاش بسك 40000 في القنيط تقول لي كاين 46 40 دينار بسك 40 دينار يا ودي انا كحياتي مشات وكليت ياسر ما لوج على الشباب من انتم قال لي ب 40000 الاسعار والله في متناول الجميع مثال كيما الشهور هذا كان ب 9000 8600 9000 ولا ب 6000 نصلي على النبي حي الزوالي نجم ياكل ياخذ حتى زوز كيلو ب 12000 فهمت خويا عبار الشهور شنو اسمه تريكل كان نو قبل هو رمضان كان نو وليبيا مسكره تو الحوت تو موجود شوي ليبيا ديما معاونتنا توا ليبيا سكرت قبل رمضان فهمت خويا هذاك على الحوت غالي شوي توا الطقس تريقل الحوت موجود توا هذه الحنش اي ب 10000 في متناول الجميع كيلو ب 10000 كيلو ب 10000 فهمت خويا السوام ما قول الاسعار الكل تراجعت تراجعت علاش من الزوالي كنتوا كابسين هاك وين مشيتوا في رمضان من الحوايج من الحوت من اللي الزوالي حسيتوا به في رمضان الاسوام بالفين كاين كيلو وانا ما اخو كعب تو ب 6000 ما تراجعش سوم الحوت اي هذاك الشهور السردينه كانت تبيع بالقدس ما يتباعش بالكيلو والرطل يجي نقول لك حاجه يتبيع بالقدس كان الشهور والسردينه فهمت يتباع بالقدس تو ولا يتبيع بالكيلو قبل الايمات هذيا القراني ب 8600 تهزهم مش ب 6000 وب 10000 توا هو ب 6000 والاسيام الاخرى نحكيو على الكروفيت على القرنيط على توا طايح السوم احكي تحب تحكي على السوم احكي على السوم قبل اول رمضان اخر رمضان صاحبي السوم طايح نتاع 30 ب 10 نتاع 15 ب 7500 شطر تراجع اخر رمضان ياك واللي حتى اللي عنده طرف حوت يحب يبيع
حتى الفلاح كي يخرج حوت ما عادش يقعد يتحكم في السوم، عطيه يبيع بكل سوم. هما اللي يتحكموا في السوم وبيعوا كما يحبوا. لا اش بك شي، اكثر حاجه فيها التحكيم في السوم هي الحوت، اكثر من الدجاج واكثر من اللحم. يا المافيا اللي في الحوت تكذب العين مرة، الحوت فيه برشا مافيا صح. برشا مافيا، ولا الزوالي مازال خالص ولا السوي مازال؟ ما تنجمش تشدوا الحوت، ما تنجمش تحكم. تنجمش تشدوا كيما الدجاج تعمل له سوم، كيما هي حتى الدجاج فيه مافيا. كلها مربوطة ببعض. يا اما الحوت كي الحوت وقتاش يولي بيه كي يكثر، الحوت كي يكثر بيه الحوت، كي يبدا ناقص الحوت حط في الفريقوات تحكم في السوم كيما تحب. رمضان هذه ب 13600 توا ولا كيلو نص ب 10000 مو في توا، اول ما بدا مو في توا فماش حوت توا خرب بعد تاخيره الصباح نباع فيها ب 8600 توا العباد تحب تعايد نعاود الزوال كيلو نص ب 10000 معنا خويا. اسواماتنا مربوطه بالموفيتون، اسوامات الحوت بصفه عامه مربوطين بالطقس، كان الطقس باهي صار سوم مرفق، الطقس خايب الحوت غالي. توا تحسن الطقس على تبدل في 3 ايام الطقس بطبيعه، كان نو جمعتين تحسن الطقس. هم اللي يقولوا عرفوا العيد جاي وكل شيء عنده كونتيتي توا نحن عرف عنده كونتيتي خرج باهي الحوات عرف معناتها يستغل في التونسي والوزير ما فاقش بينا والبحاره ما فاقوش بينا، نحن يجيبونا. ما نحكوش على البيئة على البسيط، ما نحكوش على اخر حلقه، نحكيو على اول حلقه. ممكن ممكن فما قرار هبط في اول شهر رمضان سكروا علينا ليبيا مثلا، اللي هي كانت ليبيا تجيب لنا في الحوت، الحوت ديما يقعد مرفق. اول ما دخل سيدي رمضان ليبيا سكرت. سكرت ليبيا لسويم زيد. خاطر ما فماش حوت، فماش حوت. ريت مثلا هذه نتزيد عليها فما هذه وفما 100 حوات تزيد عليها دينار 2000 3000 التي عنده السوم مربوحة، فما صاحبي يطلع على السوام كي يكثر الحوت تبدو كنت دي خير ربي وبرشا حوت موجود التيح على السوام خويا عليها العيد. شنو احنا ماذا بين الحوت رخيص، كي يبدا الحوت رخيص المواطن ياكل، تشوف اللحم صاحبي تشوف الدجاج وتشوف السكالوب وتشوف الستيك رشاي كبير تاخذ كيلو من هذه 6 و8 جمعه كامله يعمل لك شربه. والله العظيم صدقني من بدا رمضان اللحم يمكن خذيته مره كيلو ب 6 و8 هايبه. شنو رايك في السوم؟ لا لا سوم امريكا، سوم امريكا كانت ب 13 كيلو نص ب 10000 كيلو نص ب 10000 يا مدى خلي عايد السوم. سو حاليا بالنسبه لهكاز هما الايامات الكلها كانت الايامات الكلها سومها طالع كانت غاليه نحكي لك سوم انا غاليه وما فماش شري فهمت خويا، حتى الشريه مثلا تقف على حاجه انت غالي تقول سيب علي اليوم تنعمل حكايه اخرى فهمت خويا. كي يبدا السوم مرفق ياخذ كيلو سردينه ب 4000 ياخذ كيلو تريلي ب 6000 ما يشدوش معي بيت متعشي جو باهي وصغيراته جو باهي وان شاء الله الناس الكل في خير ان شاء الله. ولا الانواع الحوت الكل معناها تراجعت ولا يعني انواع انواع؟ تو وقت مباراه تو وقت حوت ازرق السردينه والغزال والشورو التريلي هذه فهمت توا يبدو يصدموا فهمت توا تبدا والطن هذاك بنكته والطن هذاك الازرق يبدا يدخل فهمت خويا فهمت صاحبي او الشورو 5600 انت شنو رايك في الاسعار نتاع الحوت تراجعت ولا صاحبي مالك الدنيا كل غاليه صاحبي ما زالت غاليه ما زال المواطن الدنيا كلها غاليه حتى واحد يشتهي طرف شفريات حاجه ما ينجمش ياخذهم شفناها ب 36 و 47 و 800 شفريات هاي 49 دينار 800 قال لك معناها نقصت 15 دينار في كيلو معناها كانت ب 65 وتروازيام شوا مش حتى معناها ايه غالي صح الدنيا كل غالي خضره حوت غله الدنيا كل غالي صح مازال المواطن يعني ندور ونشوفوا بعينينا كي ونروحوا على رواحنا اه ويا تشميخو يعني اه ميخو حلو ما ميخو شيء ميخو ساكل بنتي اه الحوت جملة غالي صح كاس حسوم كاس الدنيا كله كل شيء في تونس غالي يا ما هو انا مرة تفرق راهو فما ايش يقولوا هي هاني الاخرى غاديك ب 17800 فهمتني وهذه شوف هذه هي تسمى كيما نقول لك زقاتة الاخرى فهمتني فما كرويال وفما 6000 و هاني هذيك هاني تريلي هذيك ب 17800 فما حتى اللي يبيع تو قاعد يبيع في 6 براس مال وفما 6 اخويا الغالي الماخذ بالغالي ما هو ياخذ بالغالي بعد العيد يرجع بعد العيد عليه هو توا كاين الاسواق غالي خاطر كله حوت تونس ليبيا غالي مزال غالي خاطرها لا خاطرها ليبيا مسكره علاش سكرت ليبيا
ليبيا سكرت، ليبيا قال لك يجيبوا يجيبوا في الحوت ويهزوا من هنا فك السميد والفارينة سكرت. عامين ليبيا ما تدخلش الحوت باي ولا ايش ترزا ترزا الشعب سي عامين ما تدخلش اي عامين ليبيا ما تدخلش الحوت تو كيما كيما فيك تشوف فيها 5600 كيلو نص ب 10000 الشرب 5000 عباد تحب تنظف السلاح خاطر عيد ما يش حد شيء فهمت. لا لولا عندي شويه سلعه قاعد نكمل فيها وغدوه الصباح مروح للبلاد مروح لسبيبه غدوه مراود ومراود سبيك نزلهم الحوت واللي والله دبرت له اقسم بالله دبرت له الحوت درت على الحوات الكل كلها عطت وانا ما بالله دبرت لهم طاره دبرت لهم طاره للعزوزه والشيب وروح على روحي خذوا مرتين نتاع الصباح تك تلقاني في سبيب وبالله كنت على الواجهات هذوكم بالله جتك بالفعل كنت على الواجهات هذوكم نقول لهم ما بين العياد تبدا كانت الركوبه ب 18 ب 19 تجي العياد تولي ب 50 دينار راهو عيب عليكم قول له راه والله العظيم كنت ولي ب 50 دينار لو وجيت في باب عليوي كانت ب 18 وب 20 تروح ب 14 و500 لو واج من تونس سبيب تو ب 50000 فما استغلال ارحم والديك استغلال عباد تكري في الكراب وتروح بالعباد الراس ب 50 دينار